أم أحمد مشادة مع زوجها، ويبدو أنه من سنوات قال لها لو رحت بيت أهلك غضبانة تكوني طالق بالتلاتة، وهي ما راحتش الحمد لله، بس بعد سنوات غضبت وذهبت إلى بيت أهلها وسألته عن اليمين القديم، أو هل أنت تقصد الطلاق؟ فقال لا، أنا مش على الإطلاق كده، كنت ساعتها غضبان ولا أقصد الطلاق. فهل يعتبر هذا اليمين منسحبا على الذهاب الثاني؟ شيخ كريم، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا طلاق في غضب وطلاق معلق. طلاق معلق مقيد وطلاق معلق مطلق. طلاق معلق مقيد أنه اشترط في تعليق للطلاق مدة زمنية معينة، فقال لا تذهبي إلى بيت أبيك خلال سنة خلال سنتين، فإذا انقضت المدة خلاص يبقى هو إيه، لا يحنس. أما إن أطلق هكذا فيستمر الطلاق المعلق، يعني له حكمه طالما هو أطلق الحكم فهو أطلق. لكن هو قال أنا كنت أهدد، فهذا فيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، الفتوى على ذلك. أما الطلاق في الغالب